معنا دلوقتي عبر الهاتف المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث. اهلا بك يا فندم، صباح الخير عليك. اهلا وسهلا، صباح النور. يعني في البدايه حضرتك حابين توضح لينا حصيله اللي حصدوا ابطالنا من بطوله العالم للخماسي الحديث اللي تمت اقامتها في محافظه الاسكندريه. والله الحمد لله، مبروك لمصر، نتائج اكثر من رائعه حتى الان. اهميه البطوله دي الحقيقه بطولة العالم تحت 17 سنه، وهي اول بطوله عالم خماسي الحديث تقام بالنظام الجديد اللي هو في الاوبشن ران او الموانع بدلا من الكروسات. دي هي الصعوبه الاولى، اللي هي ما حدش عارف لسه مستويات دول العالم لها ايه في الموانع. احنا بنكون عارفين مستوانا ما بين الدول بشكل ايه، لم ناخذ التدريب الكافي الحقيقه على الموانع لظروف كتير، يعني اهمها ان احنا ما كانش عندنا كورس للموانع غير يمكن اقل من شهر قبل البطوله، وده وقت مش كافي لتدريب المنتخبات. انما الحمد لله عملنا اللي علينا، الولاد عملوا اللي عليهم، المدربين عملوا اللي عليهم، حصيله مصر حتى الان، لان النهارده لسه في الزوج المختلط اخر حاجه في البطوله. احنا في اول يوم منتخبنا الحمد لله قدر يحصد تتابع الولاد، ذهبيه تتابع الولاد ب 2 لعيبه اللي هم اسامه مدحت ومحمد حسن، ثم البنات للاسف انغلبنا من المانيا بساره عبيد وفريده خليل واحرزنا ميداليه الفضيه. ده كان في اول يوم، ثم بدات التصفيات بعد كده، بعد تصفيات الولاد والبنات ثم قبل النهائي ولاد وبنات، ودخلنا امبارح كان نهائي الولاد والبنات ونتيجه الفرق. في البنات الحمد لله كانت منافسه شديده جدا بيننا وبين المانيا، وكانوا عاملين فرق كبير جدا علينا، انما البنات الحقيقه عملوا يعني فينش اكثر من رائع في مسابقه الليزر رن، وقدرت فريده خليل مواليد 2011، حضرتك بس ركزي على دي، مواليد 2011، يعني عندها ما كملتش 13 سنه. ودي البنت اللي احنا بنعدها الحقيقه للمنافسه ان شاء الله على ذهبيه اولمبياد الشباب 2026 في دكار باذن الله. قدرت انها تخطف الميداليه الذهبيه من بطل المانيا في الفردي، وفي الفرق الحمد لله قدرنا برضه نفوز بميداليه الفرق قبل المانيا. حاجه عظيمه جدا. طب الاعمار لو فريده عمرها كده، اعمار ابطالنا اللي شاركوا في البطوله كل يعني تراوحت من سن كام لكام؟ كل اللاعبين تحت 17 سنه، يعني مواليد 2007 فما تحت. انما فريده الحقيقه مميزه جدا لانها 2011 وقادر انها تكون رقم واحد على منتخب مصر في هذه المرحله الثانيه. الولاد بقى كانت المنافسه اشد شويه، انما قدروا ابطالنا ان هم يفوزوا بالميداليه الذهبيه في الفرق. الفريق كان مكون من طارق صادق ومحمد حسن واسامه مدحت، وفي الفردي بعد منافسه حقيقه شديده فرنسا هي اللي فازت، ثم بولندا ومصر اخرجت المركز الثالث. ابطالنا دول طارق صادق جاب الجزئيه، ومحمد حتى جاب المركز الرابع، واسامه زكي السادس، وكان عندنا كمان لاعب رابع سيف وائل. انما الحقيقه كانت عنده حراره جامده جدا من اول البطوله، انما قدم عليه وخلص المركز ال 17. النهارده في الزوج المختلط، الزوج المختلط النهارده الحقيقه فضلنا اراحه الفريق الاول بتاعنا خلاص في الرجال على مجهود كبير، وخلصنا الساعه يمكن 11 دقيقه امبارح. فضلنا ان احنا نلعب باللاعب رقم 5 في المنتخب، وهو عمر احمد حسين عامر، هيلعب مع فريده ابو هاشم كفريق مصر في الزوج المختلط. الف شكر ليك المهندس شريف عريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، بطولات مشرفه، وبالتاكيد هنتابع مع حضرتك يعني ما تم انجازه ايضا وما سيتم انجازه في الايام القادمه.